إن من يغوص في بحر التراث يكتشف لآلئ. هذه اللآلئ تحتاج إلى من يدرب من يغوص الكشف عنها بطريقة مهنية وعلمية سليمة، خاصة أن الجيل المؤسس لتحقيق المخطوطات التراثية قد رحل عنا دون أن يترك له تلاميذ. ولذا فالمجهود الذي يقوم به معهد المخطوطات العربية حاليا عبر قسم الدراسات التراثية هو مجهود يشكر، لأننا في جامعاتنا في الوطن العربي أهملنا هذا، فلم نعد نهتم بإعداد المحقق إعدادا علميا رصينا، ولم يعد الاعتراف بتحقيق التراث كعمل علمي يأخذ مكانه الحقيقي. لذا هذه الثغرة التي يسدها قسم الدراسات التراثية ثغرة كبيرة يندر أن يقوم عليها أي قسم أو جامعة في العالم العربي أو الإسلامي بمثل هذه الطريقة العلمية السليمة التي تقوم على إعداد المحقق إعدادا مهنيا. شكرا لمعهد المخطوطات العربي.